مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع انخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، أيضا أمطار متوقعة على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، وأجواء معتدلة شمالا لكنها دافئة نسبيا في المنطقة الوسطى. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول نلاحظ أن هناك أماكن الهطول الموجودة باللون الأزرق موجودة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، منطقة جازان، أبها، الباحة، حول الطائف، وأيضا حول مكة المكرمة. وأيضا في مكة المكرمة ممكن تكون مساء يوم الثلاثاء هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر بإذن الله. أما الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض هذه الليلة، أجواء مغبرة، درجات الحرارة الصغرى بحدود 18 درجة مئوية، وبشكل عام أجواء مغبرة ويتدنى مدى الرؤية الأفقية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الثلاثاء أجواء مشمسة نهارا ومعتدلة من حيث درجات الحرارة، تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى المتوقعة 27، لكن أثناء الليل أجواء غائمة وتقريبا مغبرة أحيانا، والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وأجواء لطيفة من حيث درجات الحرارة لكنها تميل إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية. يوم الخميس تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى بحيث تكون الأجواء مشمسة ومعتدلة نهارا لكنها لطيفة أثناء الليل، العظمى 28 والصغرى 17. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة، سكاكا 25-10، تبوك 27-12، عرعر 25-9 درجات مئوية. المنطقة الغربية أجواء مغبرة في المدينة المنورة 32-20، جدة 31-22، ومكة المكرمة حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا 33-22، الطائف غائمة جزئيا مع زخات متفرقة من المطر 25 إلى تقريبا 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع زخات متفرقة من المطر في الباحة وأبها، الباحة 22-14 وأبها 21-13، جازان 28 إلى 26 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الدمام 27-18، حفر الباطن 26-12، والإحساء 29 إلى 18 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض، حائل 23-11، بريدة 26-13، والرياض 27 إلى 18 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نشكر لكم متابعتكم ونترككم في أمان الله.